aspetto una mano. بصي انا دلوقتي حاجه اعمل ايه فكره السبيد سبيكترم ببساطه. انا دلوقتي عندي مانتس بتاع سيجما خلاص. طبعا احنا المفروض ان انا ببعت الباص بتاعتي. ببعت ايه لما اجي ببعت البيتس؟ ببعت ايه لما اجي ببعت الداتا بتاعتي؟ ببعت بيتس. طيب البيتس دي بتبقى سويت فيكت. يعني بمعنى اصح لو رحت جبت الفريكونس سبيكترم، لو جبت السبيكترم بتاع اللي هو الداتا بتاعتي، هديك شكل ايه؟ ها؟ دي شكل سينك. بس احنا عارفين يا شباب ان شكل السينك في الفريكونسي دومين دايما بناخد الباندوث بتاعنا على اساس لحد ايه؟ اول نمبر. لحد الفيرست نمبر. نفترض ان ده الباندوث بتاع مين؟ بتاع السيجنال بتاعتي. لحد ان ده بيبقى الجزء اللي فيه الموست ايه؟ في الموست ايدج. طيب فكره السبيد سبيكترم ببساطه ان دي مثلا الميد بتاعها وليكن ار. ار ار. اوكي؟ انا عايز اعمل ايه يا شباب؟ انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا اعمل سبريد، يعني افرد السبيكترم بتاع السيجنال. يعني ايه افرد السبيكترم بتاع السيجنال؟ يعني السيجنال بتاعتك ايه شكل الفريكونسي دومين بتاعها؟ هي سينك. في الاخر انت بتبعت بالص. بالص ده ايه الفريكونسي دومين بتاعها؟ سينك. امال ايه اللي هيحصل؟ السينك بتاعتك هيحصل ان انا يبقى لما تيجي تاخد الباندويتس بتاع السينك بتاعك، مش باخد الباندويتس من اول لحد فيرست مام، يبقى فين الباندوس؟ ادي الباندوس الجديد بتاع السيجنال اللي هو لحد الار داش. نزيله بقى لحد هو طبعا ماشي. عموما يعني قصدي الباندوس طبعا الباندوس شباب بيتقسم صفر، لما يجيش باندوس من زيرو لحد البوست. فكأن يا شباب ايه؟ الجزء ده في او الباندوس يعني بمعنى اصح حصل له ايه؟ سبريد يعني زاد. خلاص يبقى فكره السبريد سبيكترم من اسمه. سبريد سبيكترم يعني ايه؟ يعني انا هعمل سبريد حفرت السبيكترم بتاع مين؟ السبيكترم بتاع الانبوت سيجنال. واحد يقول لك طب يعني ايه حفظ السبيكترم بتاع الانبوت سيجنال؟ هو دلوقتي شباب هو الـ ده بيتحدد على اساس ايه؟ الار دي بتتحدد على اساس ايه؟ مش واحد على الدي بي؟ معنى ان الار زادت يعني التايم بتاع البيت ماله؟ قل. هو ده السبيد سبيكترم. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا دلوقتي بعمل ايه؟ عايز ابعت 10 5 بت. انا الريت بتاعي 5 بت في الثانيه. 5 بت في الثانيه يعني ببعت كام بت؟ يعني البت الواحده زمانها قد ايه؟ لو انا ببعت 5 بت في الثانيه يعني في الثانيه الواحده بتبعت 5 بت، يبقى البت الواحده واخده قد ايه من الثانيه؟ 1 على 5 يعني ها 2 من 10 سكند. طيب يبقى انا عشان ابعت 5 بت هبعت البت الاولانيه، زمن البت الاولانيه ده كام؟ 2 من 10 سكند اللي هي 1. بعدين بعت زيرو، بعته في زمن قد ايه برضه؟ 2 من 10. بعد كده بعت 1. بعد كده بعت زيرو، بعد كده بعت 1. يبقى انا كده في خلال 1 سكند بعت كام بت؟ 5. ده لو انا ببعت بالشكل ده هو ده اللي ببعته على طول. البت الواحده او البلس الواحده ايه شكل الفريكونس دومين بتاعها؟ مش ده بيكت في التايم؟ يبقى السبيكترم ده هيبقى ايه؟ سينك. اول نال ده هيحصل امتى؟ احنا عارفين دايما اول نال اللي هو واحد على اول نال بيحصل عند واحد على تي بي. يبقى النال ده هيحصل عند كام؟ واحد على تي بي اللي هي هتبقى واحد على 2 من 10 يعني كده هتبقى عند كام؟ 5. طيب انا بقى هعمل سبيد سبيكترم. واحد يقول لك طب هعمل سبيد سبيكترم ازاي؟ ببساطه يروح واخد الداتا دي يعمل لها اكس او مع هاي ستريم بي ان كود. يقول لك يعني هاي ستريم يعني انت دلوقتي هتقفل في الثانيه الواحده بعت كام بت؟ 5. هو بيعمل ايه؟ ما بيبعتش ده. امال يعمل ايه؟ ياخد ده يعمل له اكس او. يعمل له اكس او مع ايه يا شباب؟ مع كود معين اللي هو بيبقى عباره عن بي ان ايه؟ بي ان كود. كل يوزر بيبقى ليه كود، الكود ده عباره عن ايه مثلا؟ 1 0 1 1 0 1 0 1 ده الكود بتاعه، واحد تاني الكود بتاعه 0 0 0 1 1 1 واحد تاني الكود بتاعه 1 1 0 0 1 1 0 0. المهم ان ايه؟ باخد الداتا بتاعتي اعملها اكس او مع مين؟ مع كود.
دي ان كود معين يعني سترين معين. كل ميت بعمل لها اكس او مع مين؟ مع نفس السترين. يعني السترين ده بكبره يعني اخد ده اعمل له اكس او وبعدين اخد ده اعمل له اكس او مع نفس السترين وبعدين اخد ده اعمل له اكس او مع مين؟ مع نفس السترين وهكذا. لما تيجي تعمل اكس او واحد اكس او اي حاجه هديك ايه؟ واحد اكس او نفس واحد اكس او حاجه هديك ايه؟ عكسها. واحد اكس او صفر واحد، واحد اكس او واحد زيرو. يبقى الواحد لما اعمل له اكس او مع اي كود يديك مين؟ عكس. يبقى ايه الكارج بتاعك؟ هيطلع عكس الكود ده، يعني هيطلع زيرو وبعدين واحد وبعدين صفرين وبعدين 1 0 1 0 يبقى 0 1 0 0 1 0 1 0 ده الخارج بتاعك صح؟ طيب دول اول 2 من 10 سكند. بعد كده نفس الكود ده هيحصل له اكسوم، الكود ده بيتكرر. الكود ده لما يحصل له الكود ده هيحصل له اكسوم مع الزيرو هيديك ايه؟ هيديك نفس الكود. يبقى الكود ده هيتكرر بس العكس بقى، يبقى 1 0 1 1 0 1 0 1 بعدين يحصل له اكسور مع مين؟ مع واحد يطلع عكس وهكذا. ايه كارد السيستم؟ يبقى انا ده الانبوت بتاعي، دي الداتا بتاعتي، عايز ابعت كام بت؟ خمسه. هاخد الخمسه اعمل له اكسور مع مين؟ مع كود. الكود ده التايم ده اللي هو ده اللي بنسميه اللي هو التشيب ايه؟ شيب تايم. لكن ده اسمه البيت ايه؟ ده زمن البيت. لكن ده اسمه زمن ايه؟ شيب. هيقول هبت شيب بيت هو هنزل. طيب ده اللي هو الشيب تايم مع الاكسون ده مع ده. ايه اللي بيحصل؟ الداتا كل اللي بتعمله يا تطلع بيه ان كود زي ما هو يا تطلع بيه ان كود ماله؟ معكوس. معكوس كلهم في نفس الكود؟ هيطلع الخارج بتاعك. الخارج بتاعك الديوريشن بتاعك قد ايه؟ تي بي ولا تي سي؟ تي سي. تي سي اكبر بكتير من تي بي ولا اقل بكتير من تي بي؟ اقل بكتير. ده لو 2 من 10 سكند ده شوف انا مقسم كام؟ مقسم من 2 من 10 دي على 10 مثلا، يعني 2 من 100. يبقى الخارج دلوقتي هل الويتس بتاعه 2 من 10 سكند ولا البلس الواحده بقى الويتس بتاعها كام؟ 2 من 100. طب 1 على 2 من 100 دي كام؟ 50. 50 مثلا. يبقى لو هي كانت 5 بقت كام؟ يبقى اول نل في السنك بتاعها، والبلس دي مش دي بلس، يبقى الفيكوس دومين بتاعها ايه؟ سنك. بس السنك النل بتاعها فين؟ عند 5 ولا هيبقى عند 50؟ يبقى حصل الاسبكتر ماله؟ حصل الاسبكتر سبيكتر. هو ده الاسبكتر سبيكتر. في مشكله في الاسبكتر سبيكتر؟ بيعمل بيه؟ لا ده موضوع تاني بقى. خلاص؟ حصل. في يسأل طبعا الحاجات دي بتيجي ايه؟ اشرح لي السبيد سبيكتر. اشرح لي اللي انا دوت بتوع خلاص؟ او ان هو لسه في محاضره ثانيه هيديكوا بقى حاجات زي البلوكات ديجرام كده. الكود ده مين اللي بيولده؟ هيديك الدوائر اللي تولد البي ان كود. هو المفروض هيديك الدوائر بتاع البي ان كود. بتوعك يبقى هتوعك في الامتحان. طيب خلي بالك من حاجه شويه. حاجه ثانيه. كل يوزر يكون مختلف. يا ابني ده يوزر، دول خمسه بيت بتوع يوزر. في يوزر تاني يكون تاني، يعني في ده كده حط واحد تاني هنا وحط كود تاني هنا. طيب خلاص شباب فهمنا ايه المقصود بالسبيد سبيكتر. طيب ايه الميزه بقى في هنا؟ الميزه في هنا شباب ان انا لما اجي اعمل الريسيفنج في العمل بالعكس بقى، يبقى ايه اللي هيوصل يروح للريسيفر؟ هيروح للداتا ولا هيروح ده؟ هيقوم ده الريسيفر هيعمل ايه؟ هياخد ده يعمل له اكس او. اكس او مع مين؟ مع نفس الكود ده. لما ده يعمل له اكس او مع نفس الكود ده هتلاقي الخارج بتاعك ايه؟ 1 0 1 0 ترجع للاوريجينال سيت. في مشكله يا شباب؟ طيب يبقى الفكره ديسبيد سبيكتر ان انا هاخد الانبوت داتا بتاعت اليوزر اعمل لها اكس او مع بي ان كود. بس طبعا بين كود الشيب تايم بتاعته بيبقى قليله جدا بكتير من التايم بتاع مين؟ بتاعت البيت. فايه اللي بيحصل للسبيكتر بتاع السيجنال بتاعتي؟ ان انا اللي انا ببعته الديوريشن بتاعه بقى مش تي بي، الديوريشن بتاعه بقى ايه؟ تي سي. يعني السبيكتر بتاع السيستم بتاعي ماله؟ اتفرق حصل له سبيكتر.
الريسيفر يعمل ايه؟ ياخد اللي هيجيله يعمل اكسور مع نفس البي ان كود. ما احنا عارفين اكسور اي حاجه بحاجه دي كده ترجع السيجنال هي ايه. طب واحد يقول لك طب ماشي وبعدين ايه بقى اللي حصل؟ طبعا ليها ميزتين يا شباب. ايه الميزتين؟ الميزه الاولانيه اللي هي انك تقلل النويز، تقلل تاثير النويز. واحد يقول لك يعني ايه؟ دلوقتي انا كنت ببعت ده، هل انا ببعت ده دلوقتي ولا ايه اللي بيشوف بيمشي على الشانل ده ولا ده؟ ده يعني الفيك مصدومين بتاعه مين ده؟ لما ده يمشي على الشانل، الشانل بتضيف عليه مين؟ نويز. عاده النويز بتبقى واخده شكل مين؟ جاوسي. الانتيفايد جاوسي النويز بتبقى واخده شكل مين؟ جاوسي. يعني معنى صح بتبقى حاجه شبه كده. ليه واخده شكل مين؟ واخده شكل جاوسي. بس طبعا يعني ايه؟ يعني في اللو امبليتيود او في اللو فريكونسي اسف بيبقى قيمة النويز مالها؟ عالية. لما انت بتروح لما الكلام ده ببعته، انا ببعت ده اللي هو الاسبكترم ده، لما بيمشي بالشانل بيضاف عليه مين؟ النويز. يبقى الاس اوف تي اللي هو ايه؟ اللي هو بعد ما عملت السبريدنج لما بيمشي بالشانل بيضاف عليه نويز، يبقى بيوصل للريسيفر ايه؟ الاس اوف تي زائد الان اوف تي يدخل على الاكس او دايره الاكس او. اهو خد ده دخله على دايره الاكس او مع مين؟ مع نفس البي ان كود. لما اخد السيجنال بتاعتي اللي هي الاس اوف تي اضافه في البي ان كود، مش ده يرجع تاني؟ طيب والنويز يحصل لها ايه؟ النويز يحصل لها سبيد. يبقى الاسبكتر بتاع النويز هيبقى كده ولا الاسبكتر بتاع النويز هيتفرد؟ يبقى اللي هيوصل للريسيفر هيوصل الشكل ده، الاسبكتر بتاع السيجنال والاسبكتر بتاع النويز اللي واخد شكل جاوسي. لما يدخل على البي ان كود ايه اللي هيحصل؟ خد الدوري هنا ايه اللي هيحصل؟ السيجنال الاصليه هترجع للسبكتر بتاعها العادي، يعني الدوريشن بتاعها رجع تاني ايه؟ تي بي. لكن الدوريشن بتاع النويز هيحصل له ايه؟ هيحصل له سبيدنج. يبقى في اللو في اللو في اللو في اللو فريكونس ايه اللي حصل؟ الباور بتاعت السيجنال بقت اعلى من الباور بتاعت النويز. فهمنا يا شباب؟ فهي دي ميزه السبيد سبيكتر، ان انا اخدت السيجنال عملت لها سبيدنج وبعتها عند الريسيفر ياخد الداتا يرجعها تاني لاصلها. بس اللي لما بيرجع مش بيرجع الداتا بس، ده بيرجع الداتا لاصلها والنويز بيحصل لها ايه؟ سبريدنج. فالباور بتاعت النويز ما تبقاش عاليه قوي في اللو فريكونسي، تبدا تتقل وتتوسع على الترددات كلها. فلما تقل خلاص الباور بتاعت السيجنال بقت اعلى من النويز، فممكن اعمل لها ايه؟ نجلت. ها في مشكله يا شباب؟ تمام. دي ميزه الاسبيد سبريد. خدوا بقى الميزه دي وعملوا حاجه جديده اسمها السي دي ام اي. ايه بقى فكره السي دي ام اي؟ ان الاكواد حاله خاصه بقى، يعني السي دي ام اي سبيشال كيس. منين يا شباب؟ من السبيد سبيكتر. ايه بقى السبيشال كيس؟ ان هو دلوقتي كل يوزر، مش كل يوزر بياخد الداتا يضربه في البي ان كود بتاعه. يعني اليوزر الاولاني ليه بي ان كود 1، اليوزر الثاني ماله؟ ليه بي ان كود 2. طيب السبيد سبيكتر قال لك ان بي ان كود دي المفروض كل يوزر ليه كود مختلف وخلاص. السي دي ام اي قال لك لا، اليوزرز دول لازم الاكواد بتاعتهم تبقى اورثوجونال على بعض. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اليوزر الاولاني تاخد اكس 1 تعمل له اكس او مع مين؟ مع بي ان كود، مع بي 1 اللي هو الكود رقم 1 يطلع مين؟ اكس 1 بي 1. اليوزر 2 تاخد الداتا بتاعته اللي هي اكس 2 تعمل لها اكس او مع الكود بتاعه اللي هو ايه؟ بي 2. تطلع هنا مين؟ اكس 2 بي 2. لو البي 1 اورثوجونال على بي 2 يبقى الاثنين ينفع يبعتوا على الشانل واحد من غير ما يحصل انترفيرنس. احنا عارفين يا شباب لو انا بعت 2 سيجنال على تردد واحد وفي نفس الوقت يحصل ايه؟ انترفيرنس. فكنا بنتغلب على المشكله دي ان انا لما احب اعمل مالتيبلكسنج كنت بعمل مالتيبلكسنج حاجه من اثنين، لو في التايم ما اخليهمش يبعتوا في وقت واحد، ده يبعت وده يستنى شويه. وبعدين اخلي ده ما يبعتش وده يبعت. بحيث ايه؟ ان الاثنين ما يبعتوش في وقت واحد. ده لو انا هشتغل على التايم، لو هشتغل على الفريكونسي هعمل ده ده موديليشن بتردد وده الموديليشن بتردد الثاني. لكن انك تبعت التو سيجنال في نفس الوقت وبنفس التردد اكيد في ايه؟ انترفيرنس. قال لك لا السي دي 100 مش هيحصل انترفيرنس. ازاي؟ بس تحت كونديشن معين. ايه كونديشن؟ ان لو البي 1 والبي 2 مالهم؟ اورثوجونال. لكن لو البي 1 والبي 2 مش اورثوجونال هيحصل ايه؟ انترفيرنس. طب ازاي؟ قال لك انا هاخد اكس 1 بي 1 اجمعهم مع بعض
يبقى ايه اللي ماشي من التشانل؟ x1 b1 زائد x2 b2. الريسيفر يعمل ايه؟ ياخد الناتج ده يضربه في البي 1. لما يضرب الريسيف داتا في البي 1 يطلع ايه؟ x1 b1 b1 زائد x2 b1 b2. نعرفين يا شباب لو عندي تو اورثوجونال سيجنال طبعا في انتجريتور بعد كده انتجريشن حصل ضربهم بايه؟ وانتجريشن السيجنال في نفسها 1. يبقى لو انت الكودز اورثوجونال هي نفس الكلام بعمل نفس الحاجات بس كل الفرق حاجه واحده ان الكود اللي بتختاره لازم يكون اورثوجونال على مين؟ على التاني. لكن نفس الكلام برضه باخد الداتا اعملها اكس مع الكود واخد الخب ابعته. بس لو الكودز اورثوجونال ايه اللي هيحصل؟ لو خدت البي 1 ضربته في اللي حصل جنبه البي 2 هيختفي يبقى صفر. مين اللي يطلع؟ ولو خدت نفس الكلام ضربته في بي 2 الاكس 1 هيبقى بصفر لانه هيبقى اكس 1 بي 1 بي 2 لكن الاكس 2 هتبقى اكس 2 في 1. يبقى قدرت تبعت كذا سيجنال في نفس الوقت على نفس التوازن من غير ما يحصل ايه؟ توفير. وفي نفس الوقت استفدت من ميزه مين؟ النويز. ان انا السبريدنج ده بيقلل تقسيم مين؟ النويز. بس السي دي ام اي يا شباب هو سبيشال كيس من يبقى السبيد سبيكتر مش هو السي دي ام اي. السبيد سبيكتر ان انا باخد الداتا اعملها اكس او مع بي ان كود. فالداتا الجديده بدايه السبيكتر بتاعها حصل له ايه؟ سبريدنج. فلو بعته السبريدنج بعد في الريسيفر هيرجع تاني زي ما هو لكن نويز تتفرق. ده اسمه سبيد سبيكتر. طلعوا منه حاجه جديده اسمها السي دي ام اي. قال لك الكلام ده ممكن استفيد منه في حاله معينه. ايه هي؟ لو خليت كل يوزر يبقى الكود بتاعه يبقى اورثوجونال على مين؟ على التاني. فكده ممكن ابعت اليوزرز كلهم على تشانل واحده في نفس الوقت من غير ما يحصل ايه؟ التوفير. يوصل في الريسيفر ويفصله. دي فكره الجي اس ام. ايوه بالظبط. اللي هي السي دي ام اي اللي هو الجيل التالت. طب باشمهندس اللي هو السي جي. بالظبط. يجي نظري مثال يجي يقول لك بقى اشرحي لي فكره السبيد سبيكتر. ارسمي لي دايره دايره الجنريشن بتاع البي ان كود دايره الجنريشن بتاع الاورثوجونال كود. يعني بيجي نظري اوكي ارسمي لي دايره كذا اعملي لي اشرحي لي فكره السبيد سبيكتر. هو ده انا باخد الكود واعمل لك صور يطلع الشيب. مفيش بقيت الواتش كود دي طريقه جنريشن. الواتش كود ده عشان يبقى لك اورثوجونال. مش مسألة يعني حتى لو طلبها منك هتعملها ايه؟ 1 1 1 نيجاتيف 1 1 1 1 نيجاتيف 1.